الاخوان السلام عليكم. بغيت تشوف تركز معايا حيت كنت كنبريباري دابا الحلقه ديال كوريا الجزء الثاني اللي غنلوح الدراري. مي لقيت كاين واحد الخبر جديد اللي لاحتو دابا الحكومه ديال كندا، لاحتو دابا بدلوا السيستيم ديال الهجره لكندا، حيت دابا ولاو باغيين يدخلوا 1.5 مليون تقريبا، 1.5 مليون ديال البشر اللي باغيين يدخلوا في هاد 3 سنين اللي جايه. الوغ العدد كبر لواحد الدرجه وبزاف، وتبدلوا السيستيم. تخيل معايا لي بروغرام راه تبدلوا. واحد اللي خصك تفهم ان كندا كل مقاطعه وعندها لو بروغرام ديالها الخاص بها، فهمتيني، اللي كتدفع عليه. راه ماشي غادي لكندا كاين بروغرام واحد ولعيبات، كل مقاطعه وعندها بحال كيبيك، عندها كل ديال كيبيك بوحدها، ديال كل المدن الكبرى بوحدهم كاين كل. المهم كل مقاطعه عندها بروغرام ديال بوحدها. غنحاول نشرح لكم بلا ما نستعمل الكلمات بروفيسيونيل باش بنادم اوموان يفهم الفكره وتوصلوا لو ميساج مزيان. كما قلت لكم 1.5 مليون ديال البشر، وجبت لكم اسهل بروغرام اللي تقدر تدفع عليه دابا، ما غيدي لك لا وقت، ما غيدي لك حتى شي حاجه. باغ كونتر مسهل واحد الدرجه لا تتخيل، داروا فيه واحد التسهيلات، وهاد التسهيلات خصك تفهم علاش داروهم. باغ اكزومبل اللي بغيت ندفع لكيباك، البروغرام ديالها كيدي تقريبا 3 سنين. تخيل معايا 3 سنين وانت كتدفع وفيه المنافسه وفيه بزاف البلانات، 3 سنين وانت كتسنى غير 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 تريتمون الدوسي ديالك. هاد البرنامج اللي جبت لكم دابا ديال جزيره الامير ادوارد، جزيره الامير ادوارد هو اسهل بروغرام لقيت من هاد البحث اللي هاد لا ريشيرش كامله اللي درت. فريمون ما بغيتيش تمشي، فهمتيني، ما فيش شي حاجه بسهل لواحد الدرجه لا تتخيل. غنشرح لك هادشي فاش غنبدا نطلع لك دابا كل حاجه الراسه، راه فريمون غادي يهرب لك. تقول لي اوه كيفاش، وتريتمون الدوسي ما بين 10 ايام حتى شهر، وتقدر دير الجنسيه مورا 3 سنين، والقبول فيه بواحد الطريقه خياليه، فهمتيني. وغنشرح لك الشروط، غنشرح لك فين كيفاش تدفع، كيفاش غدير. شوف واللي جميل في هادشي هو ان البروغرام ما كيحتاجش فلوس، ما غتخلص حتى شي حاجه. فابور يعني فابور، ما حتى حاجه ما غتخلصها، ماشي بحال لي بروغرام اخرين بوغ تريتمون دوسي ولعيبات. هذا غتخلص امتى؟ الا تقبلتي باش تمشي، تقبلتي باش تمشي غتخلص واحد 300 دولار كندي ماشي امريكان، كندي. ولكن هنا تضمنتي انك صافي غادي، فهمتيني. الوغ فاش غتدخل تعمر وهادشي عندك، يمشيو نصب عليكم شي واحد كما كيديروا دوك صحاب لي زاجونس ولعيبات وكذا، ما يصيدوكمش، فهمتيني. راه تقريبا راه كلشي ولا كلشي فابور دابا. غنوريك لي ديتاي ديال لي ديتاي، ولا قدرنا على فعل خير، ونتمنى من بنادم انه ياخذ هادشي بجديه. هادشي كامل اللي غنوريك كله بدلائل وكله بحوايج اللي واقعيين. غتشوف دابا كلشي قدامك، واي حاجه غنطلعها لك قدامك في دي سي ار، فهمتيني، بحال اللي كتقول بلاغات رسميه، بلاغات رسميه ديال الحكومه ومن السيد ديال المقاطعه ديال جزيره الامير ادوارد وكلشي، فهمتيني. غنعطيك معلومات اللي فريمون صحيحه. بقاو معنا في هاد لا فيديو بلا ما وجدت لكم العيب. كما كتشوفوا الاخوان، اول خبر لاحتو الحكومه الكنديه كما كت قدامكم. تخيل معايا هانتا كندوي على باغيين يدخلوا 465000 حاليا، وباغيين في 2023 485000، وعندك 500000 في 2025. الوغ الحدود ديالك كبيره لواحد الدرجه ما كتصورش، فهمتيني. ولكن هادشي كيما نقول لك، وفي القانون هذا بدلوا كيما قلت لك القانون ديال الهجره، غير هو راه اي حاجه الاخوان كيديروها راه عندها التبعيات ديالها، واش فهمتيني ولا لا. كيما كتشوفنا كيقول لك اسيدي حنا بغينا نركزوا، باغيين يركزوا على ما تعاودش انك غتمشي للمدن الكبرى، كنركزوا على القرى كما القرى. فاش كنقول قريه ما تخيلهاش عروبيه ولعيبات، فيلاج فهمتيني، في الديوره في كل شيء، مدينه راه مدينه غير هما كيسميوهم دي فيلاج ولعيبات. علاش؟ ما بقاوش بغاو بنادم يبقى مركز لهم على البوبيلاسيون كثرات، وباغيين الاقتصاد يحركوه في هذوك المدن الصغرى والعيبات. وهذه بالعكس كنشوف انا الافونتاج لك انت، فهمتيني، باش تنمي، حيت المنافسه ما غتكونش كبيره، ما غتكونش عندك كبيره والعيبات. سيرتو كندوي على الناس الحرفيين والناس اللي باقي القدرات ديالهم ماشي كبيره، فهمتيني. اللهم تمشي تخبى تما، وهذه راه شي حاجه اللي على الورق، اما هي نورمالمون راه تمشي تما غير توصل سير فين ما بغيتي، غير هي من الاحسن لك انت. الا كنتي باغي تدبر على راسك كاكسبيريونس ولعيبات، راه من الاحسن دير هذا البلان هذا. بالنسبه لها انت، بالنسبه عندك باغ اكزومبل هانتا اريما ديال مقاطعه كيبيك، كشوف شنو كنقول لك، كيطلبوا واحد اللعيبات راه فريمون 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 تعجيزيين. دابا ما بقاش عندك الصاد كيفاش
كيفاش غنقول لك كيفاش انك تقدر تنافس الناس اللي دافعه قبل منك والعين الحظوظ ديالك فريمون قليله بزاف باش انك غتقدر تمشي ولا تقدر تشوف ان باغ اكزومبل اريما ديال كيبيك ولا 3 سنين باش انك غتريتمون دوسي. عندنا هنا اكسبريس اونتري ديال باغ اكزومبل شوف بحال ولاو طالبين لو مينيموم في سكور 494 عشان 494 باش جمعت السكور هذا وتسنى المنافسه مع شي واحد اخر واصل التويه نفس سكور اللعيبات لهذا غتخلق لك مشكل كبير بعد وبعد وبعد من المدن الكبرى. انت لوبجيكتيف ديالك هو انك تمشي ماشي هو انك تمشي لمدينه كبيره واللعيبات فهمتيني وصل بعدا باش ديك الساعه شوف شوف اش غدير كما كتشوف قدامك دابا. دو اي هاف تو باي ا في فهمتيني دير از نوت في تو كرييت فهمتيني بوغ لا كرياسيون دوسي واللعيبات وكل شيء كلشي فابور ما عندك ما تخلص حتى شي حاجه فهمتيني وعندك غتخلص 300 دولار كندي الا مشيتي حتى تقبلتي تقبل لك الدوسي وصيفطوا لك وانك كوم كوا راه غادي تكون عندك ماستر كارد وما تخلص بكريديت كارد فهمتيني ديال اي واحد ماشي مشكل. ندوزو معكم دابا الشروط شروط القبول شنو من الشروط اللي زوينين في جزيره ادوارد الكنديه هو ان انت بيتوين ذا ايج اوف 80 اند 59 يعني القبول ولا ديال تخيل معايا من 18 عام حتى ل 59 الوغ بالنسبه حتى للاج ديالو كبير وكيبان لي انه ذاك البروغرام الاخرين كيطلبوا الناس صغار فريمون خصك لاج يكون مويان دا صغير هنا راه من 18 ل 59 هذا الشرط الاول. الشرط الثاني هو ان تخيل معايا باش تشوف التسهيلات اللي وصلوا لها ديال انك ما هنا ما ماشي بالحاجه انه يكون عندك كونت بونكير تخيل معايا باش جوستيفي الفينونس ديالك واللعيبه تمشي كديرها تعهد تعهد انك فهمتيني انا قادر نتحمل المسؤوليه ديال الطياره ديالي المصروف ديالي باش تمشي تما ماشي انك تبدا تبغي زعما تدبر على راسك من عند عباد الله ولا تبغي دير طلبات للجمعيات ولا شي لعيبه فهمتيني تعهد تعهد كتكتبوا كيبقى حبر على ورق حتى هو فهمتيني تعهد انني كذا تخيل معايا كاين اللي بروغرام اخرى راه كيطلبوا لك يكون عندك 13000 دولار كندي واللعيبات والكونت يكون عندك فواحد لاصوم واللعيبات هادو سهلوا سهلوا ديال بصح راه كنقول لكم الدراري واحد لا ديفيرونس كبيره بزاف ما بين البروغرامات الاخرين والبروغرام هذا ديال جزيره ادوارد الكنديه كما كتشوف الشروط او الشرط الثاني اللي فريمون اي واحد بغى يمشي راه غادي يمشي فريمون ساهل كما كتشوفوا الشرط هذا هو اللي هما موركين عليه بزاف هو تسكن في جزيره ادوارد الكنديه زعما ما دير تعهد هو تعهد كيبقى هو حبر على ورق راه غدير تعهد واللعيبات وتمشي تما ضرب واحد العام ضرب هذاك وتقدر انك تزيد ما كاينش اللي غايقول لك شي حاجه دوك داخله في الحريات الشخصيه ديال الفرد مادام انك جيتي فهمتيني هذا من الشروط اللي كيقول لك وما كيطلبوش منك انك شي حاجه ولا كيطلبوا منك غير تعهد حتى هو كوم كوا انك دير تعهد في الورق انني غادي نسكن وغادي نخدم في هذه الجزيره اللي دفعت لها هذا هو الشرط الثالث. الشرط اللي مورا انك تبقى ساكن في جزيره ادوارد هو انه يكون عندك ديبلوم فهمتيني تعليم تجوج عامين مورا الثانوي ولي يكون عندك باغ اكزومبل الباك ولا ديبلوم حرفي مهني وتقريبا كاع الدراري اللي كاينين راه تقريبا عندهم ديبلومات في مورا الثانوي وكاين اللي عنده الباك اللي عنده باك بلس 2 بلس 4 بلس المهم من عامين مورا الثانوي والديبلومات ديال المهن الحرفيه جو كوا كلشي غادي يكون عندهم ما يمكنش واحد باغي يدفع لكندا وهذا ما يكونش عنده ديبلوم لو مينيموم عامين مورا الثانوي فهمتيني باقي اقل من الباك كاع جو كوا 5 سيزيام ولا نيفو باك عندك من نيفو باك حتى وانت غادي للدراسات العليا وانت غادي ولا يكون عندك ديبلوم مهني حرفي فهمتيني هادو من هادو الشرط الاخر. هاد الشرطه اللي كتشوفوا قدامكم هاف ا لايف تو يير اند فول تايم ورك اكسبيرينس اند ذا باست 5 ييرز يعني خاص تكون عندك الساط عامين ديال الاكسبيريونس عامين ديال الاكسبيريونس في الخدمه اللي كنتي خدام فيها قبل من صاحب العمل غادي يكتب لك ورقه ان هذا السيد راه في 5 سنين عندك خد 5 سنين الاخرى اللي داز عطيهم عامين انك في الاكسبيريونس اللي كنتي خدام فهمتيني ديال تجربه العمل ديالك فهذه شي حاجه اللي سهله فريمون سهله فهمتيني اي واحد يقدر يقاد لك. الوغ هذه النقطه هي اللي مهمه وكانت كتشكل عائق بزاف الناس هي الموضوع ديال اللغه هذه راه ماشي سهلوها الاخوان هذه راه فريمون ما يمكنش راه فريمون ما يمكنش هذه القضيه اللي داروا ديال اللغه عطاوك جوج اختيارات سواء غادي تجيب لينا شهاده ديال تي سي اف فرونسي ولا ديال عندك ديال لونجلي شنو طالبين اش من مستوى تخيل معايا المستوى هو سي ال بي 4 عرفتي شنو هي سي ال بي 4 يعني خاص تكون الساط هو
اقل مستوى، اقل مستوى ديال الفرونسي واقل مستوى في لونغلي. فاش غتمشي اي واحد فينا، اي واحد فينا جوج كلمات ثلاثه غادي تعرفهم، غادي تمشي تدوزو، غادي 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 يعطيوها لك. هو المستوى كيسميوه فرونس 3، هاد فرونس 3 راه فريمون هو اقل مستوى كاين ديال اي واحد ما كيفهمش، الناس اللي ما كتفهمش كنقول لك نهائيا. سينو اش دايرين لك؟ دايرين لك واحد البلان اخر، قال لك شوف الشريف ما بغيتيش تجيب ديبلوم ديال شهاده اللغه والعيبات، سيرتيفيكا ديال شهاده اللغه، انت فاش غتدفع العامل ديال مع المشغل ديالك، المشغل ديالك يقول لك شوف الشريف انا هاد السيد مفاهم معاك، تفاهم انا وياه باللغه، ما عنديش مشكل، ما كاين لاش يجيب لي هاد الشهاده هادي، ما طالباش، كيعطيك الاوكي، الله يسخر ما تجيبش هذيك الشهاده حتى هي. الاخوان ولاو دايرين لكم شي شروط، راه تسطي يا بنادم، ما بغاش يمشي وبقى كيقرا المعلومه ولات سهله الاخوان، دخل دخل قلب على راسك. الو كما قلت لكم كانوا ضمن الشروط اللي طالبين تقريبا، كيبقى كيفاش غادي ندفع انا لهاد نجي، كيفاش غنجيب الخدمه وفين غادي ندفع واللعيبات. كما قلت لكم غنخلي لكم لي سيت ديال السيد فين غادي تدفع ديال المقاطعه ديال جزيره ادوارد الكنديه، غادي نخلي لك الساط الناس بحال باغ اكزومبل، عندك الناس ديال الدراسات العليا اللي كندوي عليهم اللي عندهم مهن عليا، باغ اكزومبل طبيب، اركيتيكت، المهم جميع المهن العليا. اش كدير؟ كنت مصنف واحد الحاجه كيسميوها لو نوك، نوك زيرو ا ولا بي، كتدخل كتقلب في واحد الموتور دو ريشيرش دايرينو هما كندا، كتشوف المهنه ديالك فين كاينه، هو اللي فين كتمشي تدفع. بالنسبه للناس الحرفيين، نجار، سائق شيفور، عندك حداد، عندك مولي الالومنيوم، جميع الحرفيين، جميع الحرفيين كندوي لكم مصنفين في الخانه ديال نوك سي او دي. سي او دي كتدخل كطابي السميه ديال الخدمه ديالك اللي باغي تخدم، اللي باغي تدفع عليها، وكتقلب في موتور دو ريشيرش اللي غادي نخلي لكم كلهم في الديسكريبسيون، كل حاجه شنو هي، هذه نقلب عليها في العمل، هذه غنقل ندفع فيها، هذه السيت الايميغريشن، هذا كل شيء غتلقاه مصنف وكل حاجه مكتوبه على سميتها. كتدخل كما قلت لك كتعمر لي زانفو ديالك وكتابلودي داك الشيء اللي طالبين لك، راه كما كنقول كتشي راه ساهل ديال بصح ديال التعمار. الوغ كيفاش نقدر نجيب عمل؟ حيت العمل خصك تجيبو قبل، كتجيبو قبل باش كتدفعو في لو دوسي مع داك الشيء. سهلة مهلة، أنا في لا ديسكريبسيون غادي نخلي لكم لو سيت ديال جزيرة ادوارد اللي كيتقدموا فيها على العمل، فهمتيني؟ كدير سي في ديالك، كدير سي في، كتبقى تدفع كتدفع كتدفع كتدفع، كتعمر داكشي اللي كيطلبوا. كما كتشوف دابا فين أنت افاليبل جوبس نير برنس ادوارد ايلاند، فهمتيني؟ كتقلب العيبات كيطلعوا لك عروض العمل، دفع ليهم بالميل ديالك، دفع لهم السي في، صافي الوريقات اللي كيطلبوا منك صيفطهم ليهم، غادي اكسبتي وغادي يعطوك انفيتاسيون، يعطوك واحد لانفيتاسيون اوفيسيال، حتى هي كتابلودها في السيت ديال الايميغريشن. السيت ديال الايميغريشن تا هو غنخلي لكم في صندوق الوصف، راه كل حاجه غنكتب كما قلت لكم فوق شنو هي هذه، في كل حاجه شنو ديالهاش، غدخل ابليكي عمر الوريقات، السلام عليكم، ويقبلوك، هز وريقاتك، سير الله يسهل عليك، ما كاينش اللي غادي يدوي معاك، وبرنامج كنقول لك فغيمون سهل، وكما قلت الله يسهل على الجميع، ونتمنى نقدر نكون فدتكم، ونحاولوا انكم كما قلت لك المعلومه راه ولات سهله، ولات فريمون سهله، وهادشي اللي كندوي لك عليه راه جديد، ماشي شي حاجه قديمه كانت سيغ يوتيوب ولا شي حاجه، راه يلاه هاد شهر 11 حنا راه باقيين فيه لدابا. كما قلت لك هذه فرصه باش انك تمشي تشتغل في كندا وتقدر تغير حياتك ودير بزاف د البلانات. الله يسهل على الجميع، والله يعاونكم، تهلاو في راسكم.